إنه بعد الزواج زوجي وعيلتي رح يكونوا هنن الأولوية بحياتي ورح حافظ عليهم دائما. أبا خلص عملت يلي كان بدي إياه وفرقت الأب عن ابنه بسهولة كبيرة. أبا ربحت عليك عمي. النصر تبع أبا بيعني نصر السيد براتاب سينغ علي، وأنا ما رح أسمح بهذا الشيء. قصر سوارنا الجزء الثاني من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.